بمناسبة الاحتفال، شايف ان احنا نحتفل ولا لسه؟ لا نحتفل بجد خلاص؟ لا انا مفيش شايف أي يا جماعه سيناريو ممكن يحصل؟ السيناريو ايه ده خلاص كده يعني فاضل ايه، احنا بنتكلم في ماتش واحد عندنا 3 ماتشات. الروح اللي موجوده في الفرقه دلوقتي تخلينا نثق في الفريق، الراجل جدي فيريرا اللي موجود على الخط ده يخلينا نثق في الفرقه. احنا احسن واحنا نستحق الدوري، ان احنا على مدار الموسم ورغم ان احنا الصعوبات اللي واجهتنا في على مدار الموسم، وقف قيد وعدم استقرار اداري وما الى ذلك وتغيير مدير فني، طب النهارده اول الدوري بفرق مستريح كمان عن غيرك، صحيح. بتقدم مستويات ثابته، بتقدم مستويات حتى في اسوء احوالك لو انت مش طرف الاحسن دايما انت اللي بتكسب، وده المطلوب في فريق البطوله. عشان كده انا مش قلقان خالص من ان احنا يبقى في سيناريو صعب او سيناريو موجود، رغم ان بيراميدز برضه الحقيقه بيقدم اداء كويس امبارح جدا واداء خمسة عالي. يعني يعني بس بيراميدز يعني تحيه برضه لبيراميدز ان هو بيقدم مستوى كويس جدا جوه الملعب وبينافس معاك لحد اخر وقت، ولكن الزمالك فعلا هو الاحق بالبطوله دي نظرا للتغيرات زي ما قلت لك والصعوبات اللي قابلتنا. فعشان كده انا مش قلقان بصراحه، لانه سيناريو صعب جدا ده هيتشكوكي، ده مش ده اصعب من هيتشكوكي ان بالظبط. انت تخسر اللقب ده، خاصه في ظل الحاله اللعيبه النفسيه والفنيه والجاهزيه اللي موجود فيها اللعيبه، صعب ما نكسبش نحط يعني. في بطننا لا وتتصفي خلاص يعني توته توته، خلصت نحتفل الحدوته يعني. خلاص والله ده انت. انا لسه كنت بقول لمشاهدينا ابغى احتفل بس استحي يعني لا لسه. والله يعني هي بدات على فكره من دلوقتي واللعيبه بدات تروح للجمهور، لان خلاص الموضوع قرب قوي يعني احنا امبارح فعلا يعني لما الماتش خلص اللعيبه بقى راحت للجمهور صح. واحتفلوا احتفال انا نفسي خلاص حسيت ان هم خلاص عارفين وواثقين هم بيعملوا ايه. لانه زي ما بقول لك هي قربت قوي، احنا بنتكلم على 3 نقط بس من 3 ماتشات في المتناول. انا بقول لك هو هتتحسم ان شاء الله قدام الاتحاد السكندري، مع احترامنا طبعا للاتحاد، ولكن الزمالك بالعناصر اللي موجوده بالتوليفه اللي عملها فيريرا الفيلسوف الكبير، فانا لا انا متفائل جدا ما انت عنديش اي. شكلك بقى بيك فان قوي اوف طبعا فيريرا. جدي بقول لك جدي، هو ادانا ثقه بصراحه واداني اريحيه ان احنا نتعامل. يمكن لما جه فيريرا الناس كلها ما كانتش متفائله بالموسم بتاع نادي صحيح، الزمالك، ولا والتغييرات اللي كانت بتحصل فجاه في الاول كنا والله احنا بنحط لو عليها الناس استفهام. كانت بتقول لك والله احنا لو وصلنا مركز تاني ولعبنا في دوري ابطال يبقى خير وبركه، شوف النهارده بتكسب كاس مصر وبتنافس على خلاص انت كاب قوسين او ادنى من فوز بالدوري، وبتنافس برضه في بطوله كاس مصر للموسم الكاس الثاني، الجديد فضل صحيح انت تاخد الدوري والكاس موسمين ورا بعض، فدي حاجه طبعا عظيمه جدا دي لجمهور حقيقة. الزمالك.